نذر شيئا فتحقق له وجب عليه أن يفي بالنذر. وهنا عدم الوفاء بالنذر مما يوجب المؤاخذة. قال الله تعالى في وصف المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضلها يعني أعطاهم ما تعهدوا أنهم إن حصل لهم أن يجمعوا بين أمرين وهو الصدقة مع الاستقامة. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا فجمعوا النقد في الأمرين: البخل وهذا فيما يتعلق بالنفقة، والتولي وهذا فيما يتعلق بالاستقامة. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولهذا ينبغي الحذر من النذر في مثل هذه الصور. وإذا نذر الإنسان ينبغي له ألا يتخلف عن الوفاء بالنذر، لأن الأمر خطير.